نعمة. وعليهم في هذا التحدي تجاوز هذه الأبواب للوصول لبركة الوحل. وحتى تكون فائزا يجب أن تحظى بواحدة من الكرات الملونة الملقاة في البركة. هجوم! وانطلق المدرعون وبحماسهم الشديد يمرون، ومن الماء يقفزون، وفي الشباك يقعون. المهم الوصول، ولكن ليس بتلك الطريقة المخادعة التي يفعلها هذان المتسللان. المهاجمون بحماسهم يدخلون ويتدافعون ويسقطون، ولكن سنمر كسرا أو نطحا أو زحلقة. وها هو المراسل يقف ناقلا لنا أحداث الهجوم المستمر. أعزائي المشاهدين، نحييكم من أرض المعركة، وهذا هم الممثلين، أقصد الكومبارس، المهاجمين يدخلون من أوسع أبواب الشهرة. شكلهم ترقعوا في البيبان وما راح يكملون هالفيلم. وصلوا وصلوا الممثلين. يعيش المهاجمون لحظات نشوة الوصول، ويجب أن نوثق لهم تلك اللحظات السعيدة. يبدو أن هذا المهاجم يعيش شخصية تمثيلية. Ships on vigor of the waves are skimming barren summits to the verdant plain. اعتقد ان في واحد معاهم من الفايكنجز. انا اعتقد ان انت كنت في الفايكنجز قبل، صح؟ يس اكزاكتلي. يعطيك العافيه. انت عرفت لو تشي شلون انت تمام. اشوف جميل جميل، امور طيبه. يستمر الجميع في البحث عن الكرات بجدية، فالفوز هو المطلب الأول والأخير. ولكن من هو أول الواصلين؟ واحد منكم طلع الأول. أنا الأول. أنا الكرة الأولى. أنت طحت هناك على وجهك. طحت على وجهك، تابع الكاميرات. بالإعادة يتضح لنا من هو الفائز الأول. يا عمر ايش صار معك؟ والله ضيعت الطريق، والله ضيعت الطريق. شلون ضيعت الطريق؟ اخي زحمه والناس وعالم ورحت لفيت من وراهم. صح ولا لا؟ صحيح. ما في وجوتيك راح، وهذه الارض لنا. هذه الارض لنا النهايه، هي لنا. قول حق تكاجي، هذه الارض لنا. جايينك والله شكلك بتدش القصر من ورا. لا بروح من قدام، من القصر من قدام بروح. يعطيكم العافيه. الجميع هنا يسعى للفوز، رغم أن التنقل في الوحل أمر بالغ الصعوبة. هذا أكشخ واحد في الست كله. بل أنا اللي أفوز فيها يا ماخذ كرتين بعد. اللي راس براس. مبروك. الله يبارك فيك. شلون؟ القائد يقول أبي منك أربعة، وأنا أقول كل المهاجمين أربعة. أنا أقول ولا واحد بيوصل. أعزائي المشاهدين، حماس الممثلين أقصد المهاجمين ما لحد، كسروا بيبان أول حاجز، خليكم معنا.